دي بقى جولة كده في كارفور هنا، على فكرة تمام؟ أوريكم الأسعار، أسعار هنا بتبقى أقل من ايوه من ايوه هناك، رخيصة تمام؟ شوية. مش بتقدر عن ليفربول ولا بتاع عندك ده 15 جنيه، أربعتاشر جريفين. شوف ده بقى، ده ب 85، يعني أقل من 1 جريفين. يعني الواحد تقريبا الواحد ب 85، يعني أقل من 1 جريفين. ده جميل جدا ده على فكرة. وده بنص، اللي فوق ده بنص، اللي فوق ده بنص، يعني اللي فوق ده، يعني أنا معايا، بص يا صلاح، يعني انا هنا معايا واحد ونص، صح؟ واحد تقريبا. ونص هنا، دول يجيبوا مثلا 3 من دول، حاجه حلوه. ما تجيب يا عم، يعني جنيه جي زي جنيه، زي جنيه ونص كده. لا بس في هنا اغلى، في هنا ده 8 جريفن، جميل برضو. ده ب 3 ونص، دي جميع المخبوزات، جميع المخبوزات هنا، تمام. شوف الكايزر بقى، الكايزر شوف الكايزر، شوف الكايزر، كايزر شوف الكايزر. الواحدة بتلاتة وفكة جريفين كبيرة، تمام. طبعا ملناش دعوة بدول، يعني ملناش دعوة بالمنكر ده، خلينا هنا كده في الايه، احنا جايين نتفرج على العيش، احنا جايين نتفرج على العيش. لا لا، احنا جايين نتفرج على العيش بس. على فكرة انتوا كده هتتمسكوا. ده اسعار الجبن، يعني شوف الجبن ديت. طبعا الجبن دي كلها عاملة زي الرومي كده، انت ما تمسك بس تمسكها، شوفها من بعيد. بقول لك بس هنا، بس طعم الجبن دي مختلفة عن الجبن بتاعتنا. دي ب 18 جريفن، مش عارف الجبن بتاعتهم كده، تحس بحس ان هي صابون، اما اجي كلها بحس ان هي صابون، مش زي بتاعتنا خالص، ولا لها طعم زي بتاعتنا خالص بصراحة. الحاجات يعني انا خلاص عديتها، هي عندي 37 جريفن جبنة بيضة. تعالى كده نشوف الحاجات ديت، لما نيجي تاني يا عم وقرب على كده. نهار، شوف انتوا كده الاسعار، تمام. يعني في حاجات كده احنا مش فاهمينها، تمام. دي البكرة الضاحكة اهي. دي لبشكري، صح؟ هي لبشكري. بكام الواحدة؟ ب 16، ب 16 ونص. واحدة ب 16 ونص. ايوة دي ب 10، ب 10. احنا هنا حاسس ان احنا في الجبن بس. تعالى كده نشوف اي حاجة تانية. طب تعالى نشوف الخضار، تعالى نشوف الخضار. ده ايه بقى؟ ده ايه بقى؟ فراخ. فراخ اسعار برضو في المتناول، يعني مش غالية. لحمة، بس انا بنصح اي حد يكون هنا ما يجيبش لحمة من دي خالص، تبقى مختلفة شوية. طيب تعال نشوف كده اسعار الفاكهة. التفاح الكيس من ده عامل 39 جريفن، كيس عامل 39 كده، طبعا الكيس كبير، بس التفاح ما شاء الله جميل. البرتقال 34 جريفن الكيلو، يعني 35 جريفن و90 قرش، يعني 35 جريفن، تمام.
في تفاح برضو بايظ زي اللي عندنا عادي، مفيش مشكلة خالص، أسعار مختلفة يعني. عندك التفاح فيه أسعار قليلة خالص. البطاطس، البطاطس زي اللي عندنا عاملة 8 جنيه الكيلو. ده الخيار يا جدعان هنا، يعني شوف الخيار هنا شكله عامل ازاي. الخيار مختلف تماما عن هنا، مش عارف ماله كده. الخيار والخيار هنا غالي، الخيار هنا ب 25 جنيه، يعني ما مش عارف اقول لك ايه، غالي. بس الخيار بتاعهم غريب خالص بصراحه يعني. طب الطماطم، الطماطم بكام؟ الطماطم بكام؟ الطماطم الطماطم ب 36 جنيه. عندهم بين فرزتين طماطم، واحدة ب 36 وواحدة ب 25، أو واحدة ب 37 وواحدة ب 26. أنواع يعني، في نوع وفي نوع، تمام. برضو طبعا المكان كبير جدا جدا جدا، وأنا مش قادر بصراحة يعني أجيب كل تفاصيل المكان، فهنجيبه خطوة بخطوة كده. احنا جبنا النهاردة الألبان وال تعالى كده يا صلاح، صلاح صلاح صلاح. جبنا النهاردة الألبان والفواكه، وهنجيب شوية المية بقى. أسعار المية هنا بصراحة هي أنواع، يعني في أنواع كتير. يعني إزازة المية دي كبيرة جدا أهي، عاملة حوالي دي كام، دي كام؟ 2 لتر، 2 لتر عاملة 11 جنيه. رخيصة على فكرة، رخيصة. دي المايه اللي، دي المايه اللي جات لنا، المايه اللي هي اللي انا جايبها. ده عامله 12. دي بكام؟ ديت عامله مش 9. ده انا كنت جايبها النهارده ب 28، ده عامله حوالي 28. عامله 28 دي، تمام؟ دي اسعار رخيصه، ده في مايه هنا واصله 4 و5 انواع، وفي ميه غاليه جدا يعني، في ميه رخيصه وفي ميه غاليه. احسن حاجه بس يعني ايه، عندكم كل انواع الميه، يعني انواع الميه اللي تتخيلوها موجوده هنا، تمام. اتمنى بس ان التصوير يبقى حلو، لان هنا بصور ممكن مكتوب بره ان التصوير ممنوع وكده، بس انا بصور كده ايه. طبعا مش عايز اقولكوا حاجه. فبرضو هنا اهو بقت فواكه وبقت اسعار حاجات تانية. ده ايه بقى؟ دي يقطين صح؟ الواحدة عاملة 35. هو العملة اللي تحت الجريفن ايه؟ يعني مثلا القرش بتاعهم ايه؟ مش عارف. حد يا جدعان اللي يعرف اللي تحت الجريفن ايه، عم نشوف يكتب لنا كده في التعليقات ويقول لنا ايه، ايه العملة اللي هي تحت الجريفن. زي عندنا كده القرش بالظبط، اسعار فوق اهي، اسعار فوق، كل حاجة مكتوب عليها سعرها، عشان الحاجات كتيرة جدا كده. الفيديو هيطول مننا على الاخر. تعالى كده، تعالى كده يا كبير، تعالى كده. طبعا ريحة الخضار هنا فظيعة. ده بصل، البصل عندهم ب 11 جنيه. ده ايه يا ربي، ده جزر، الجزر الكيس ده عامل بالظبط عامل 19 جنيه. البطاطس عاملة 30. كده بصراحة أنا جبت لكم كل حاجة هنا كده. كل حاجة هنا مكتوب عليها فعلا جاية يعني مستوردة منين، يعني جاية مكانها منين، في أمريكا وفي حاجات الصين. أنا شفت حاجات الصين، شفت حاجات برضو إسرائيل. وكل حاجة ليها رقم معين وتروح توزن عليها في الجهاز ده وتكتب رقمها. تاخد أنت تعمل الفيديو ده. خد أنت أعمل الفيديو ده. طب تاخد أنت وتشرح شوية للناس. امسك كده. اشرح ايه؟ معاكم عاطف يا جدعان، هي عاطف معاكم عشان ايدي وجعتني، وهيفرجوا على الحاجة، يفرجوا ما تفرجوش على الارض. ماشي. وريهم الفلفل. بصوا ده الفلفل الاخضر بتاعنا والاحمر، بيعرفك طبعا من فين.
يعني السعر بتاعه مثلا هنا الكيلو ب39، مصنوع في اوكرانيا. انا برضو جوز الهند مصنوع في هولندا ب18، وهنا برضو حاجة في تركيا اللي هي اسمه ايه؟ تركيا ده توت؟ لا مش توت، رمان. يعني انت مشيت اسمه يا عم احنا اصلي ما بندقوش لسه ما دقناش. هنا طبعا الالبان والحليب، يعني قسم خاص بالالبان والزبادي الحاجات ديت، شوكولاتات حاجات كده. يعني هنا كلها حاجات البان وبيتضاف عليها يعني فواكه اي حاجه. يعني ممكن اسعار زي ما انتم شايفين، يعني دي زبادي تمام، الواحد عامله 14 جريفن، ده غاليه جدا، فيها اكيد انواع رخيصه. وعلى فكره الرخيص من الغالي هتلاقي يعني حاجه فرقه حاجه بسيطه، يعني دي بسبعة وجميله وفاكهه جميله. ده البان طبعا، جميع انواع الالبان برضو. بصوا بقى احنا هنقفل الفيديو لحد كده تمام، وهنحاول بقدر الامكان في يوم تاني نجيب لكم بقيه اي حاجه انتوا عايزينها. يعني اي حاجه انتوا عايزين تعرفوا اسعارها انتوا بس اكتبوا لي بس في التعليقات، وانا باذن الله هحاول بقدر الامكان اروح المكان اللي انتوا عايزين تعرفوا فيه الاسعار وتعرفوا فيه الدنيا دي كلها، واحنا مع بعض وباذن الله يعجبكم الفيديو تمام. لان خلاص كده المكان باين بيشطب، يعني خلاص هنقفل. طبعا دخلنا وفضلنا نشوف الاسعار ونشوف الدنيا من غير ما اشترينا اي حاجه، هنطلع منه مش شارين اي حاجه. بس هنا ميزه المكان هنا ان مفيش حد بيتكلمك ويقولك انت بتعمل ايه ولا انت بتصور ولا انت ايه ولا كلام من ده زي مصر خالص. يعني بصراحه الناس هنا محترمه جدا. يلا هقفل الفيديو على هنا، يلا سلام.